والله بالفعل عندما نتحدث عن الوباء وكيفية الحد منه نقول بصفة نتحدث عن المرحلة الأولى، نقول بلي أنه في إطار التوجيهات في هذا المجال مصالحنا راهي عندها الآليات الخاصة بمنع تفشي هذا الوباء اللي يتحدث عنها ككيفية تعقيم. اليوم هذه الآليات راهي تقوم بتعقيم الشوارع، تعقيم المباني، تعقيم الساحات العمومية، اللي نقول لغاية نهار اليوم كنا سجلنا 793 عملية لتحقيم الشوارع والساحات العمومية من خلال الآلية التابعة للأمن الوطني واستعمال المواد الخاصة في هذا المجال. بالفعل هذه العملية تبقى مستمرة إلى إن شاء الله الحد أو القضاء نهائيا على هذا الوباء. وأيضا نقول بلي أنه حتى مصالحنا عندما نتحدث عن هذه العمليات اللي راهي تبقى مستمرة، نقول من خلال صفحة حضرتنا عبر الفيسبوك أو تويتر، الأمن الوطني راه يضع ومضات في هذا المجال. نتحدث كيف اليوم ما نقولش بلي أنه هناك التعقيم للشوارع المباني والساحات العمومية، ولكن الانتقال إلى كيفية الحد من هذا التفشي. عندما نتحدث نتحدث عن السائقين ونتحدث عن المواطنين العاديين اللي راهم في المنزل، المواطنين اللي راهم اللي راهم عندهم مهام حساسة، والمهام اللي تطلب التواجد تاعهم في الأماكن تاع العمل تاعهم، اللي لازم عليه يأخذ كل وسائل الحماية، يأخذ عليه كل وسائل الحيطة والوقاية والحذر لعدم الوقوع ضحية أو عدم الوقوع في مثل أنه يكون الحالات اللي راح ينتشر فيها الوباء.